رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعلن أنه ستكون زيادات جديدة في الأجور ومنحة البطالة مع نهاية السنة، وتطبيقها سيكون مدخل شهر جانفي من العام المقبل. نتعهد مع الطبقة الشغيلة نتاعنا أن من نهاية السنة نستنى إن شاء الله النتائج النهائية نتاع المداخل تاعنا من نهاية السنة تكون فيه زيادة في علاوة البطالة وتكون فيه زيادة في الأجور كذلك إن شاء الله من آخر سنة 2022 باش يبدأ التطبيق تاعها في جانفي.